آمين. اليوم درس اليوم مسجد الأخرافي والغانم عن الراحة في الدنيا والآخرة للإنسان والمسلم. السلام عليكم. قارب عليكم. هذا هدموا المسجد حباب خباب من الأرض. والله لا فاتح. الضالين آمين. ولا تحزنوا أنا اللي فات. اللي فات صح. اسماعيل الخميس والجميع. ابو فيصل. اليوم ثلاثاء 9/8/2022 11 محرم 1440 هجري. دولة الكويت. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاي مسجدنا والله مقبرة تخلف الميعاد. رب الصف الأول يرحمه الفاتح.